اولا انا كان ماشي كنعيي واش كان التقصير في عدم استدعاء بزاف ديال يعني الفعاليات ديال مدينه العرائش، لان هذا موضوع زيد حساس وكيقص مدينه العرائش بالخصوص، لانها كتعرف واحد الكارثه بيئيه بحال اللي قال ديالنا دابا الوزيق ديالي وكنسى الاسم ديالو زهير الحجمي. زهير الحجمي اييه كنعرفو انا 39 عام في العرائش. المهم بكل صراحه كان يكون هنا الفعاليات السياسيه والنقابيه، ويكونوا حتى المسؤولين على عمليه العرائش يحضروا معنا باش يعطي المزيد، لان الموضوع حساس. كاين عندنا النهبيل الريمان معروف زهير سيدي عبد الحي اللي عاد توقف ديك الضرابو سنوات، وهي كتستغل ارميه العرائش وعندها واحد الاثارات سلبيه بالنسبه للبيئه والاسماك الى اخره. كاينه يا كاسي عبد الملك حدا الحومه ديالكم ديال المسجد ديك الشلال المعار اللي كاين تما، هذه كانوا حتى الناس ديال التطهير السائل ديال المغادير كانوا خصهم يكونوا هنا حاضرين يشوفوا ان هذه المسؤوليه ديالهم. و اش غنقول لك؟ انا عاود ندخل هذوك الجوج ديال الاسئله ديال الشلال العار وديك المهدود الريمان. ونوجه تحيه مره اخرى للاخوان ديالنا وبكثره محترمين وشكرا.